أكثر معلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون، وعملا بتعليمات القيادة على رأسها السيد العميد قائد الدرك الوطني، تمكنا من حجز كمية معتبرة من مادة السميد المقدرة ب 55.5 قنطار، من بينها 3.25 قنطار منتهية الصلاحية و80 لتر من زيت المائدة، كانت داخل مخبزة قديمة صاحبها قام بتخزين هذه الكمية من أجل خلق النذرة، وكذا مضاربة بالأسعار.